صباح بلادي معكم مباشرة على أمواج إذاعة المملكة المغربية بالرباط، هذه 8:41 دقيقة. طول صباح مباشرة ضيف الصباح اليوم مع عبد الباري المريني من أبناء مدينة القصر الكبير، أستاذ خريج جامعة عبد الملك سعدي، أيضا جامعة محمد الأول مدينة وجدة، ضيفنا رئيس جمعية التوثيق السمعي البصري، نائب رئيس جمعية البحث التاريخي والاجتماعي بالقصر الكبير، حاصل على مجموعة من الشواهد مصادقة على مواد رقمية في التاريخ والجغرافيا من وزارة التربية الوطنية، أيضا حاصل على شواهد متعلقة بصناعة الأفلام الوثائقية، معد ومخرج الفيلم الوثائقي معركة وادي المخازن، معركة القصر الكبير، الفيلم أيضا حضره على مجموعة من الفاعلين. الأسبوع الماضي ضيفنا كان بمدينة الرباط تحديدا بفضاء المكتبة الوطنية لتقديم آخر المنتوجات ديالو، آخر المجهودات اليوم اللي تيحاول من خلالها ضيفنا أنه يدافع يصون التاريخ مدينة القصر الكبير. سعد الباري صباح الخير ومرحبا بك. صباح النور الأخ سمير، تحية لك ولجميع العاملين في الإذاعة الوطنية، تحية للمستمعين الكبار. الخطوات الأولى ديالك عبد الباري في هذا المجال التوثيقي اللي تساهم اليوم في الحفاظ على الهوية على التراث ديال مدينة القصر الكبير. من خلال الاشتغال ديالي في مجال التراث والتاريخ تولدت عندي واحد الفكرة، هو أن الاهتمام بالتاريخ من زاوية العمل الجمعوي، وبحكم أن الجمعوي يعني الإمكانات المتاحة ديالو بسيطة، يعني العمل ديال الجمعوي ينبغي أن ينصب حول التعريف بهذا التراث والتحسيس بأهميته. كيف مدينة القصر الكبير جمعية يعني وثقت لتاريخ مدينة القصر الكبير كتابيا، يعني هي جمعية البحث التاريخي اللي كيوصل لإصدارات ديالها 38 إصدار. حنا كمجموعة من الشباب ارتأينا أنه خدمة مدينة القصر الكبير ينبغي أن تكون من زاوية جديدة، يعني زاوية السمع البصري يعني، ولهذا فكرنا في تأسيس جمعية تعنى بتوثيق مدينة تاريخ وتراث مدينة القصر الكبير من خلال السمع البصري، وكان ذلك في ماي من سنة 2013. والجمعية يعني كتكون مجموعة من خصوصا عبد الباري نقولوا الشباب اليوم كاين استهلاك كبير ديال المواد السمعية البصرية، صحيح. عبر هاد النافذة ممكن انه نمروا هاد الرسالة وهاد التحسيس بأهمية نقولوا الحفاظ، بأهمية معرفة هاد التراث المحلي. صحيح، هذا الإقبال الكبير على المواد السمعية البصرية هو الدافع الحقيقي صراحة بأننا نوصل كما قلت هذه الفكرة ديال حماية التراث والدفاع عنه. ما بقاش فقط حماية التراث والدفاع عنه هي مسؤولية ديال الدولة، هي مسؤولية مشتركة، مسؤولية الأفراد كما هي مسؤولية المجتمع المدني. وحنا من هذا الباب هذا أسسنا هذه الجمعية اللي سميناها جمعية التوثيق السمعي البصري بمدينة القصر الكبير. نعم نعم، طبعا حنا نقولوا إذا كنت تبعتي معايا الفقرة قبل قليل، ولقاء مؤتمر دولي يعقد الآن بمدينة الدار البيضاء حول الدراسات الوسطية، واللي كان فيها معنا ضيفنا الدكتور أحمد كافي، واللي ركز على التراث، ركز على الهوية اللي خاصنا يكون عندنا واحد الإلمام بها، واحد التشبع بها. المستقبل ما يمكنناش نبنيه بدون ماضي، وبالتالي اليوم التسمين ديال التراث ديالنا هو اللي ممكن أنه يعطينا واحد الآليات، واحد الميكانيزمات لمواجهة المستقبل. عبد الباري صحيح، الآن أنا كنشوفوا مجموعة من التجارب الدولية وحتى الوطنية الآن اللي أصبحت كتهتم بالتراث ديال المنطقة أو المدينة وجعله رافعة أساسية للتنمية. احنا مثلا حينما اشتغلنا مثلا على فيلم معركة واد المخازن، معركة القصر الكبير، يعني طرحنا هذه المسألة، هذه النقطة، لماذا لم يتم استثمار يعني مثلا ساحة المعركة وفضاءاتها ورجالاتها والزوايا التي قامت يعني بمشاركة وبدور فعال في حسم نتائجها يعني في تنمية المدينة.
وحينما نقلنا هذا الفيلم الى يعني الى المكتبة الوطنية، يعني كنت من الحاضرين، وحضرت ايضا سفيرة دولة البرتغال، ويعني تولدت فكرة جديدة، هو انه كان من نتائج ديال هذاك عرض هذاك الفيلم هو ان السفيرة عبرت عن رغبتها في زيارة المدينة، وفعلا زارت المدينة، ونتج عن ذلك يعني عقد اتفاقية شراكة وتوأمة بين مدينة القصر الكبير وبين مدينة لاغوس لاغوس البرتغالية. وهذه يعني هذا هو الهدف ديالنا احنا من خلال الشغل في مجال السمعي البصري، وكذلك ايضا يعني من بين الاعمال اللي قمنا بها مثلا مولاي عبد السلام بن مشيش، فاحنا حينما تناولنا مولاي عبد السلام بن مشيش لم نتناوله كمزار مثلا يعني وكضريح ولي صالح، بل تناولنا ادواره التاريخيه والجهاديه في تاريخ المغرب، وايضا حتى يعني هذاك يعني مولاي عبد السلام بن مشيش كنقطه من بين ما يعني المنتزه الجهوي بو هاشم، هذا المنتزه هذا يعني الجذاب بمناظره الساحره، باعتبار يعني بغينا كذلك ايضا نوصلوا فكره للمشاهد توضيح انه يمكن يكون يعني هذا المزار ايضا هو مزار ديني، وفي نفس الوقت هو مزار سياحي يعني الانسان يزوره للترويح عن بيئي. النفس وبيئي الى اخره. نعم نعم طبعا الحمد نقولوا كاين تكامل اليوم بين المسؤوليه ديالك انت كرئيس ديال جمعيه التوثيق ونائب رئيس جمعيه البحث التاريخي والاجتماعي، توظيف البحث، توظيف هاد التجربه الاكاديميه في المجال ديال السمع البصري اللي غيكون قيمه مضافه للاعمال التي تنتج. عبد الباري صحيح، الان كاين واحد يعني حنا كجمعيه دابا الان شابه نتواصل مع جمعية البحث التاريخي في مدينة القصر الكبير، نتواصل مع الجمعية المغربية يعني الجمعية المغربية للبحث التاريخي اللي كتضم مجموعة من أساتذة الجامعات، من أساتذة التاريخ في الجامعات المغربية، وبحكم أن هذه الجمعية يعني دعمتنا كثيرا، وكانت هي اللي استضفت العرض ديال الفيلم ديالنا في مدينة الرباط ديال معركة واد المخازن. الآن حنا كنشتغلوا على واحد المشروع كبير وكبير جدا اللي هو كيتعلق بمدينة القصر الكبير، اللي هو مشروع انجاز يعني 21 فيلم وثائقي عن مدينه القصر الكبير، 21 فيلم وثائقي قصير المده، ودائما يعني كنستفدوا كثيرا من اطر هاتين الجمعيتين، جمعيه البحث التاريخي في القصر الكبير والجمعيه المغربيه للبحث التاريخي، يعني اللي هي جمعيه وطنيه. وهذا المشروع يعني هو يعني مشروع يعني دعمته وكاله تنميه اقاليم الشمال، وكذلك ايضا تدعمه جهه طنجه تطوان الحسيمه. وحاولنا احنا الفكره اللي حاولنا نشتغلوا عليها في هذا العمل هذا ان شاء الله هو انه هذه الاعمال التي سنقوم بعرضها ماشي الهدف ديالنا فقط ولا هو مثلا المواطن القصري او المغربي فقط، بل يعني بغينا نوصلوا فكره ان مدينه القصر الكبير هي مدينه تاريخيه وتراثيه حتى الى خارج ارض الوطن. ولهذا احنا كشباب قررنا ان تكون هذه الاعمال مترجمه الى لغات عالميه، وبالخصوص مثلا عندنا كنقولوا ان شاء الله انه يكون عندنا 13 يعني حلقة إن شاء الله هتكون عندنا باللغة الإنجليزية، 4 حلقات اللي هي عندها ارتباط بالتاريخ الإسباني في مدينة القصر الكبير هتكون إن شاء الله باللغة الإسبانية، 3 حلقات باللغة الفرنسية، ولغة اللي عندها ارتباط بالتاريخ البرتغالي ستكون باللغة البرتغالية إن شاء الله. إذا يعني كنحاول ما أمكن أنه من خلال هذا العمل هذا لما لا يعني تولي مدينة القصر الكبير حتى هي مدينة ذات جذب سياحي. هذا هو الهدف ديالنا، لاستثمار هذا التاريخ، لاستثمار هذا التراث في تنمية المدينة وفي تنمية حتى المنطقة، ليس فقط مدينة القصر الكبير، المنطقة ويستفيد يعني المنطقة بشكل عام. رائع، ونقولوا حتى الفكرة اليوم اللي تشتغل عليها اليوم عبد الباري، ممكن انه الناس في اسفي، الناس في الداخلة، الناس في شيشاوة، الناس في وجدة، في جرادة، ممكن انهم يشتغلوا على جمعيات محلية بنفس نقولوا بنفس التوجه، بنفس الفكره، بنفس الروح اللي هيكون فيها التثمين ديال التراث المحلي، ومن خلاله بطبيعه الحال كيكون فيها ابراز ديال هاد المعالم التراثيه. صحيح، يعني هذه الفكره احنا بغيناها توسع، ويمكن لي نقدر نقول وقيل انه لحد الساعه كاين هذه الجمعيه هذه فقط بهذه التسميه في مدينه القصر الكبير، وكانوا استضافونا بعض الاخوان في مدينه العرائش اللي هما شباب، حتى هما ايضا داروا نادي ديال التوثيق السمعي البصري. ومؤخرا غير قبل يومين او 3 ايام زارني باحث في سلك الدكتوراه حسن شاهد، هو ابن الصحراء المغربيه، ويريد ان ينقل هذه التجربه، تجربه السمع البصري، الى يعني منطقه الصحراء.
وصراحة يعني حضر إلى ميدان القصر الكبير واطلع على يعني غنى التراث جريب. الثقافي وأيضا على تجربة جمعية التوثيق السمعي البصري، وطلب منا أن ننقل لهم هذه التجربة، ونحن يعني نحن مستعدين لخدمة أي مثلا فاعل جمعوي في أي مدينة يعني لخدمة تراث هذا البلد، لأنه المغرب ولا جميع المدن المغربية وجميع مناطق المغرب يعني يمكن نقول أنها هي عبارة عن متحف مفتوح، يعني في ممشينا كنلقاو التراث ولكن للأسف كنشوفوا هذا التراث هذا يضيع حدا العينين ديالنا. لهذا حنا خصنا يعني كشباب كفاعلين كأفراد كمجتمع مدني كدولة أن يعني أن نقوم بأدوارنا حماية لهذا التراث وتثمينا له. نعم، طب الحال هني وغادي نرجع للحديث اللي جرى مع الدكتور احمد كافي قبل قليل، يعني من الخطأ تجاهل ما خلفه السابقون، نقولوا من علوم من معارف من آداب. طب الحال التفريط في هذا التراث هو تفريط في الهوية ديالنا عبد الباري. صحيح، يعني كنتذكر انا واحد القول الحسن الثاني كيقول لك يعني الله يرحمه كيقول لك بأنه مثلا إهمال التراث وإدايته وعقوق لا يغتفر، يعني احنا ملي ما كنحتفظوش بالتراث ديالنا فهذا في يعني ما يعني عقوق لأجدادنا ولآبائنا الذين ساهموا في بناء هذا التراث وفي تشييده وفي العمل على صيانة، احنا على الأقل أن نقوم بصيانة هذا التراث، هذا هو يعني نعم، وهذا الجيل أبسط ما احنا يمكن بغينا أن يكون نقوم مرضين به. ان شاء الله مع التراث ديالو عبد الباري. صحيح، وليس نعم فقط التراث يعني اللي هو الذي شاده مثلا آباؤنا او لا مثلا يمكن نقول بين يعني التراث الاسلامي حتى التراث الكولونيالي الاستعماري، احنا مثلا عاوتاني كذلك في هذا التراث، يعني نقول التراث احنا يعني التاريخ التراث ديالنا التاريخ ديالنا من وسواء البدايات ديالو خاصنا نتمنوه خاصنا نبينوه خاصنا بايجابياته، نبرزوه. صحيح بايجابياته، وحتى يعني يمكن نقول بين التراث اللي هو مثلا كيذكرنا بواحد الحقبه مثلا اللي هي الحقبه الاستعماريه، وحنا مثلا في هذه الاعمال اللي كنشتغلوا عليها ركزنا على هذه النقطه، هذه حاولنا اننا نبينوا مثلا بعض المعالم الان اللي هي كانت مثلا عباره عن سكنات عسكريه في الفتره الاسبانيه، او مثلا الكنيسه، او مثلا يعني كنحاول او مثلا البيع اليهوديه في مدينه القصر الكبير، لان عندنا حلقه على اليهود في مدينه القصر الكبير، عندنا حلقه على كنيسه القلب المقدس في مدينه القصر الكبير. هاد 21 حلقة تقريبا شحال نقولوا شحال تكون خرجات للجمهور يطلع عليها عبد الباري؟ لحد الساعة احنا مازال في الاشتغال، دابا المدة ديال الاشتغال احنا تقريبا سنة أكثر من سنة احنا كنشتغلوا، لحد الساعة تقريبا اشتغلنا على واحد 9 ديال الحلقات فقط هي اللي وقع اللي غاديين اللي فيها مكتوبة. اللي مصورة، ومازال ما ماشي كلها قيد يعني في التصوير، كاين اللي هي قيد التصوير تقريبا 4 حلقات الان انتهينا منها هي قيد الترجمه، ولكن الان احنا دائما نشتغل يعني كنحاولوا ما امكن الان نشتغلوا على التورناج، كنخدموا في التصوير بكثره وعاد كندخلوا للمونتاج. نعم، مده نتمنى لان لكم المده التوفيق عبد الزمنيه الباري. انا نقول لك الله يوفقك. العمل راه ماشي سهل، عمل شاق، عمل صح ميداني، عمل ديال الخبره ديال التجربه وديال الصبر. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله عبد الباري المريني رئيس جمعيه التوثيق السمعي البصري، وهذه فكره لكل المغاربه وعلى الصعيد الوطني، علاش لا ما ناخذوش هذه الفكره هذه ونشتغلوا على التثمين ديال التراث في بلادنا، ونقولوا كاينه جهات اللي ممكن دعم هذه التجارب. شكرا مريم الدابي في الاخراج، اميمه في الهندسه الاذاعيه، حليمه في المحافظه العامه، هذه تحياتي. نمشي عند عصام ناقش خش بعد قليل، كاينه جهان مايلنا، ولكن تفاصيل البرمجه لهذا اليوم معك زميلي عصام.